نشرة أخبار الثامنة مساء تأتيكم من الفضائيات المصرية والنيل للأخبار. مرحبا بحضراتكم ومرحبا بك فاطمة. مرحبا بك جوهرة. سادة وأستاذة أهلا بحضراتكم، والبداية بالعناوين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلق إشارة بدء مبادرة كتف في كتف في أكبر احتفالية من نوعها للتحالف الوطني، ويشيد بالقائمين على المبادرة لدورهم في التخفيف عن المواطنين. شكري ونظيره التركي يجريان غدا في القاهرة مباحثات لدعم العلاقات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية والدولية المشتركة. الرئيس الصيني يقوم بزيارة إلى موسكو هي الأولى منذ العملية العسكرية على أوكرانيا، وواشنطن تطالب بكين بالتواصل مع كييف لبحث الأزمة. وفي نشرتنا الاقتصادية نتابع. وزير المالية يؤكد على تقديم كل الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر. تفاصيل الثامنة. نجدد التحية وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية تقدير واحترام إلى الشعب المصري العظيم، مهنئا الأمتين الإسلامية والعربية بحلول شهر رمضان المبارك. وخلال مشاركته في احتفالية إطلاق مبادرة كتف في كتف الخيرية باستاد القاهرة، وقد شدد الرئيس السيسي على أن احتفالية اليوم احتفاء بمعاني التكافل الذي لطالما كان المصريون فيه قدوة خاصة خلال الشدائد، وذلك إظهارا لقدرة المصريين على تحويل المحن إلى منح والأزمة إلى نجاح وإنجاز. الحقيقة مشهد إنساني رائع ظاهره التضامن والتكافل، وباطنه الإخلاص والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. جزيل الشكر، جزيل التقدير لكل من شارك في هذا النجاح من متطوعين ومؤسسات وجهات فاعلة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. طبعا التحالف الوطني الحقيقة، التحالف الوطني الحقيقة لا ينكر أبدا دوره، محدش يقدر ينكر أبدا دوره إلا إذا كان يعني في نفسه حاجة مش جيدة، لكن التحالف الوطني دوره عظيم جدا جدا. واللي احنا النهارده موجودين هنا واللي بنشوفه ده وعملوا على مستوى محافظات مصر بالكامل بيعكس كده. كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مشروع حياة كريمة الذي تسعى مصر من خلاله إلى تحسين مستوى المعيشة لأكثر من 58 مليون مصري، موضحا أن التكلفة قد تغيرت بعد إطلاق المبادرة منذ عامين من 800 مليار لتصل المرحلة الأولى وحدها إلى 350 مليار جنيه، مشددا على إصرار الدولة على تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة التي قد تصل تكلفتها بل تكلفتها إلى نحو تريليون جنيه. بالأمس القريب ومن هذا المكان أيضا شهدنا إطلاق مشروعنا الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري حياة كريمة، والذي نسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من 4000 قرية، مستهدفين تحقيق تنمية حقيقية تنمية حقيقية وتحسين جودة الحياة لحوالي 58 مليون مصري. أنا قلت الموازنة دي المرة اللي فاتت لكن الأرقام اتغيرت خالص. يعني احنا لما أطلقنا المشروع دوت من سنتين تقريبا كنا بنتكلم، قلنا ممكن تبقى 700-800 مليار أو تزيد. أنا عايز أقول لكم إن المرحلة الأولى وحدها، المرحلة الأولى اللي احنا شرفنا على الانتهاء منها، تكلفتها وصلت لأكثر من 350 مليار جنيه. أكثر من 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى فقط. يعني أنا زي ما قلت قبل كده لكم إن المرحلة الثانية والثالثة اللي إحنا إن شاء الله مصرين على تنفيذها يمكن تدخل في أرقام أكثر تصل إلى مجموعهم مع بعض تريليون جنيه.
وخلال إطلاق مبادرة كتف في كتف الخيرية، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه قد تحمل مسؤولية هذا الوطن منذ 9 سنوات، مستعينا على تلك الأمانة بالله ثم بقدرات المصريين، مجددا العهد بالمضي قدما نحو المزيد من البناء والعزم على تحقيق مستقبل يتناسب مع طموحات الشباب المصري. كما نوه الرئيس السيسي بأن احتفالية اليوم رد طبيعي وتأكيد على قدرة مصر على التحرك إلى الأمام في مواجهة محاولات تخويف وترويع المصريين. مصر العظيم منذ 9 سنوات واستجابة لندائكم شرفت بتحمل مسؤولية هذا الوطن. منذ 9 سنوات واستجابة لندائكم شرفت بتحمل مسؤولية هذا الوطن، مستعينا على هذه الأمانة بالله ومعتمدا على ثقتي في قدرات المصريين، ومتيقنا بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ساعيا من أجل رفعة ورقي هذا الوطن بالعمل الدؤوب والنوايا الصادقة. وعلى قدر الصعوبات والتحديات التي واجهتنا لإعادة مصر لمسارها الصحيح، بقدر ما كان العزم والإصرار على خوض غمار هذه التحديات لتحقيق النصر المبين في معركتي البقاء والنماء. هذا وقد عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عند وصوله إلى مقر الاحتفالية باستاد القاهرة عن تقديره للمشاركة الكبيرة من المصريين باختلاف طبقاتهم الاجتماعية. من المصريين الذين أكدوا باختلاف طبقاتهم في احتفالية إطلاق مبادرة كتف في كتف الخيرية أن المصريين يقومون بدور مهم في وقت صعب، وذلك للمساهمة في تخفيف الأزمة التي يمر بها العالم ومصر. كل سنة وانتم طيبين جميعا. يوم جميل ومنظر جميل جدا جدا جدا. أنا سعيد بيكم والله العظيم، ومتشرف بيكم جدا والله، ومش عارف أشكركم إزاي. مش لا والله أنا مش عارف أشكركم كلكم إزاي. أنا شايف قدام مني شباب وشابات وأعمار مختلفة، حتى لسه كان يعني متطوع صغير جدا جدا كده بيقول لي احنا موجودين يعني. لكن خليني اقول لكم حاجه مهمه قوي. احنا المصريين بياكدوا كل يوم، المصريين كلهم باختلاف يعني باختلاف طبقاتهم، يعني اللي موجود قدام مني هنا شريحه من كل المجتمع المصري، رجال أعمال على القطاع الخاص على الدولة، الدنيا كلها بتقوم بدور جميل جدا في وقت صعب. في وقت صعب النهاردة أنا كان لازم أن أنا أجي أشكر وأقدر لكم كل اللي بتعملوه وكل اللي هتعملوه، إن إحنا نساهم في تخفيف الأزمة الكبيرة اللي بتمر بيها الدنيا وبتمر بيها مصر، غلاء الاسعار، ان احنا نبقى موجودين ونلف على البيوت كلها ونخفف على الناس الاسعار ديت من خلال ال 4.5 او ال 5 مليون كرتونه، بالاضافه ان في ناس كتير كمان بتعمل كده. انا يعني على علم بحاجات كتير بتتعمل، الهدف منها ان الناس في مصر في الايام الكريمه ديت، كل سنه وانتم طيبين، تبقى الامور كل سنه وانتم طيبين، تبقى متشكر، تبقى الامور يعني انا بصراحه مش عارف اقول لكم ايه، اشكركم ازاي واشكر مين ولا مين بصراحه، لكن انا تقديري للجميع وشكري للجميع وسلامي للجميع ودعواتي لكم كلكم بالخير والسلام. دعواتي ليكم كلكم بالخير والسلام. خليني اقول لكم حاجه مهمه قوي، يعني من الحاجات الجميله جدا ادخال السرور والبهجه على الناس، اي ناس
ادخال السرور والبهجة على الناس. واتصور باللي احنا بنعمله ده بوجودكم بصرف النظر انت بتقدم ايه، لكن كفاية انك انت بتخبط على بيته وتقول له انا شايفك وانا معاك وانا حاسس بيك وبحاول اخفف عنك. فانا بشكركم جميعا وبقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ودايما دايما المصريين دايما المصريين كده. شكر جدا، شكر شكر شكر، شكر شكر. هذا وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس من استاد القاهرة الدولي إطلاق فعاليات مبادرة كتف في كتف بعشر محافظات، مشيدا بمشاركة طفلتين متطوعتين بتجهيزات إطلاق المبادرة في محافظة أسيوط. كما أطلق الرئيس السيسي خلال الاحتفالية شارة بدء تحرك حافلات مبادرة كتف في كتف إلى محافظات الجمهورية. فندم سيادة الرئيس، ممكن تجيب لي البنات الصغيرين؟ ممكن تجيب لي البنات المتطوعين دول عشان اسقف لهم كلنا؟ البنات الصغننين دول رودي. ملك في حد كمان؟ في حد كمان؟ ازيك يا سيادة الرئيس؟ اهلا وسهلا. في يا سيادة الرئيس؟ يا ملك انت بتعملي النهارده ايه يا رودي؟ بعمل خير. خير عظيم، وبساعد الناس الغلبانه. كويس قوي، هنسقف لك كلنا دلوقتي. اسمك ايه؟ مازن. عندك كام سنه يا مازن؟ 9. كويس يا مازن، بتعمل ايه النهارده؟ بساعد رساله. كويس يا مازن، كويس جدا، متشكرين. معانا ملك يا سيادة الرئيس. يا ملك، يا ملك ازيك يا ستار؟ ازيك يا جميلة؟ وانت طيبة يا حلوة، متشكرين جدا، شكرا جزيلا، شكرا. وبنستأذن حضرتك بإشارة البدء لانطلاق تنفيذ مبادرتنا كتف في كتف. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى استاد القاهرة الدولي لحضور احتفالية إطلاق مبادرة كتف في كتف التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وكان في استقبال سيادته لدى وصوله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد كبير من الشباب المتطوعين للمبادرة والتحالف الوطني التنموي، حيث توسط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع مدبولي وعدد من شباب المتطوعين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلي مبادرة كتف في كتف استاد القاهرة الدولية.
وشهد استاد القاهرة الدولي انطلاق احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجهود المتطوعين المشاركين في الحدث الخيري كتف في كتف، حيث يعد هذا الحدث هو الأكبر الذي ينظمه التحالف احتفالا بقيام آلاف المتطوعين بتعبئة وتوزيع أكثر من 6 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على 20 مليون مواطن في جميع محافظات الجمهورية، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك وبمشاركة 300 ألف متطوع من التحالف الوطني في المحافظات كافة وبحضور جماهيري موسع من المتطوعين والشخصيات العامة. التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي يضم 33 كيانا تنمويا يشمل كبرى مؤسسات العمل الأهلي في مصر بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. يقدم التحالف نموذجا للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، مما يعكس ترابط الشعب المصري وقدرته على تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراده، وذلك من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجا قبل حلول شهر رمضان المبارك. مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني، توالت العديد من المبادرات الاجتماعية لرفع العبء عن الفئات الأكثر احتياجا. الخطوة سبقها مبادرة حياة كريمة في عام 2019 التي تعد أهم المبادرات لتحسين مستوى المعيشة للفئات الضعيفة والمهمشة، ثم اكتملت في عام 2023 بمبادرة كتف في كتف التي تعتبر نموذجا جديدا للعمل الأهلي وأكبر مبادرة من حيث عدد المتطوعين والفئات المستفيدة، حيث تستهدف بالرعاية والدعم المباشر حوالي 4 ملايين أسرة مصرية في المحافظات كافة على أرض مصر. المبادرة التي تأتي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدأت فعالياتها في 16 محافظة عبر تأمين الاحتياجات الغذائية وتنفيذ العديد من القوافل الطبية، وفي خطوة جديدة سيتم إقامة سلسلة من المطابخ لتقديم الوجبات الجاهزة لغير القادرين طوال شهر رمضان، وذلك إرساء لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن. المبادرة وتوقيتها يرى مراقبون أنها تبعث بالعديد من الرسائل المهمة، على رأسها أننا أمام معركة تغيير حياة وبناء وعي للوصول بالمواطنين الأكثر احتياجا لبر الأمان وللحياة الكريمة، بينما ذهب آخرون إلى أن إطلاق المبادرة جعلنا نرى مشهدا شارك في تقديمه فئات المجتمع كافة في إنجاز تعاوني يحمل في طياته المعنى الحقيقي لمفهوم الأمن القومي الاجتماعي. لا شك أن مبادرة كتف في كتف تمثل نقلة نوعية في مجال العمل الأهلي، حيث تعد خطوة في منظومة خدمات متكاملة تتوالى تباعا بهدف دعم الفئات المستحقة عبر شبكات للحماية الاجتماعية التي يتكامل عملها مع جهود الحكومة والقطاع الخاص بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري. وتستهدف مبادرة كتف في كتف الفئات الأكثر احتياجا قبيل شهر رمضان المبارك. هذا التقرير يستعرض أهداف المبادرة بالتفصيل. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية، تأتي مبادرة كتف في كتف، وهي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر قبيل انطلاق شهر رمضان المبارك. يتم خلال المبادرة توزيع صناديق مواد غذائية تشمل سلعا ومواد غذائية على الأسر المستحقة، وتستهدف توفير نحو 4 ملايين صندوق مواد غذائية على نحو 25 مليون مواطن. تكفي كل كرتونة مواد غذائية أسرة مكونة من 5 أفراد، كما تشمل المبادرة أيضا إنشاء مطابخ في جميع المحافظات لتوفير وجبات إفطار ساخنة للمواطنين. يشرف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تنفيذ مبادرة كتف في كتف بمشاركة ما يقرب من 400 ألف متطوع ومتطوعة في مختلف المحافظات. كان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد انطلق في مارس 2022 بعد إعلان الرئيس السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني بمشاركة وعضوية نحو 25 ألف جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات. المقصود بتسمية المبادرة كتف في كتف هو أن كتف الدولة والقادرين ومؤسسات المجتمع المدني بكتف غير القادرين قبل حلول شهر رمضان، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بكل الفئات والشرائح المحتاجة للمساعدة.
يعقد وزير الخارجية سامح شكري غدا مباحثات مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو الذي يبدأ زيارة رسمية لمصر. وأوضحت وزارة الخارجية أن الزيارة تعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية فيما بين البلدين، كذلك إطلاق حوار معمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين. عم الإضراب الشامل محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة حدادا على أرواح الشهداء الأربعة الذين ارتقوا إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين أمس. وشيعت جماهير في جنين ومخيمها جثامين الشهداء، وندد المشاركون في تشييع الجثامين بجرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ودعوا إلى تعزيز الوحدة الوطنية للتصدي للاحتلال. وصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم 32 على التوالي خطوات العصيان ضد إجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير. وأكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك أن خطوات العصيان مستمرة حتى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان، وذلك تحت عنوان بركان الحرية أو الشهادة. متواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع. اليابان تفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية ردا على عملية الإطلاق الأخيرة لصاروخ باليستي عابر للقارات. الحكومة تنفي ما تردد عن تغيير مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة تزامنا مع تطبيق نظام التوقيت الصيفي. مرحبا من جديد. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعت المحكمة في مذكرتها إلى اعتقال بوتين للاشتباه بتورطه في ترحيل غير قانوني لأطفال ونقل غير قانوني لأشخاص من أوكرانيا إلى روسيا، وهو ما اعتبرته جريمة حرب. وردا على هذه المذكرة قالت الخارجية الروسية إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة لها، مشيرة إلى أن روسيا ليست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة وليس عليها أي التزامات بموجبه. في المقابل أشادت أوكرانيا بمذكرة الجنائية الدولية لاعتقال بوتين ووصفتها بتاريخية معتبرة أنها مجرد بداية. أعرب البيت الأبيض عن أمله في أن يتواصل الرئيس الصيني مباشرة مع الرئيس الأوكراني من دون أن يكتفي بوجهة نظر الرئيس الروسي في الأزمة الأوكرانية. وقال البيت الأبيض إن موسكو تريد استغلال أي وقف لإطلاق النار من أجل تعزيز قواتها والسيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية، مشددة على ضرورة أن يؤدي أي وقف لإطلاق النار إلى سلام عادل وإنهاء للأزمة بما يحفظ وحدة أراضي أوكرانيا. إلى هذا يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة موسكو الأسبوع المقبل، وذلك في أول زيارة له منذ بدء حرب أوكرانيا. وأوضحت الخارجية الصينية أن الرئيس شي جين بينغ سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأزمة الأوكرانية بهدف إحلال السلام. كما أكدت الخارجية الصينية أن الزعيمين سيتبادلان وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك. كما ستبحث الزيارة ترسيخ الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين. أثناء قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه يتعين على الرئيس الصيني شي جين بينغ أن يستغل زيارته إلى موسكو لتشجيع الرئيس فلاديمير بوتين على سحب القوات الروسية من أوكرانيا. وقد أبدت بريطانيا ترحيبها بالدور الصيني في الأزمة الأوكرانية حال لعبها دورا جديا في إعادة السيادة لأوكرانيا، مشددة على أن أي اتفاق غير قائم على سيادة أوكرانيا وحقها في تقرير المصير لا يعد اتفاق سلام بأي حال من الأحوال. قالت روسيا إن جميع الطائرات المقاتلة التي ترسلها دول الغرب إلى أوكرانيا ستدمر، وذلك بعدما تعهد بولندا وسلوفاكيا العضوان بحلف ناتو بإرسال مقاتلات ميك 29 إلى كييف. وقال الكرملين إن كل هذه المعدات ستكون عرضة للدمار، معتبرا أن هذه الدول لا تتخلص من معدات قديمة غير ضرورية.
على صعيد آخر، قال مكتب الأمم المتحدة في جنيف إن المناقشات لا تزال جارية بشأن تجديد اتفاق تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، والذي من المقرر أن ينتهي غدا السبت. من جانبه قال الكرملين إن روسيا ستمدد اتفاق الحبوب 60 يوما فقط. في المقابل جددت أوكرانيا إصرارها على تمديد اتفاق الحبوب لمدة 120 يوما. قررت الحكومة اليابانية فرض عقوبة إضافية على كوريا الشمالية ردا على عملية الإطلاق الأخيرة لصاروخ باليستي عابر للقارات. ووافقت الحكومة على التدابير التي تشمل إضافة 3 أفراد متورطين في البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية لقائمة الأشخاص المسؤولين أو المشمولين بقرارات تجميد الأصول. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن بلاده تعث كوريا الشمالية بقوة على اتخاذ أفعال ملموسة لمعالجة قضايا الاختطاف والأسلحة النووية والصواريخ والمسائل الأخرى المثيرة للقلق. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن تغيير مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة تزامنا مع تطبيق نظام التوقيت الصيفي. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأوضحت أن نظام التوقيت الصيفي لن يكون له أي تأثير على مواعيد بدء امتحانات شهادات الثانوية العامة، وأنه سيتم عقد امتحانات الشهادة الثانوية في الموعد المقرر لها وفقا للجداول المعلنة للعام الدراسي الجاري من دون أن يطرأ عليها أي تعديلات. وأكدت كذلك أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات شهادة الثانوية العامة في 12 من يونيو القادم وتستمر حتى 15 من يوليو. تتواصل في نقابة الصحفيين عمليات فرز الأصوات لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، والتي تنافس فيها على مقعد النقيب 11 مرشحا وعلى مقاعد أعضاء المجلس 40 مرشحا بعد اكتمال النصاب القانوني. اكتمال النصاب القانوني بعد حضور أكثر من 25% من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، دعت اللجنة المشرفة على الانتخابات لبدء أعمال الجمعية العمومية قبيل عملية الاقتراع، والتي تشهد إجراءات تنظيمية تيسر على الناخبين عملية الإدلاء بأصواتهم. اتخذنا إجراءات عدة لنصل إلى هذا الحضور الجميل. الإجراءات دي بدأت بتجهيز هذا المكان، تيسير على الزملاء بإرسال رسائل للزملاء بلجانهم ومكان الاقتراع بتاعهم. كل زميل بيروح له رسالة على الإيميل وعلى الموبايل بيقول له لجنتك كذا، رقمك المسلسل كذا، فهو جاي فقط يسجل وعارف هيروح على فين. أول مرة أشوف هذا التجمع من بدري، يعني دايما بنشوف التجمع بيزيد لكن مع زيادة مع ساعات اليوم، لكن النهاردة ما شاء الله عدد كبير جدا. مطالب عدة جاءت على لسان الناخبين ستكون معيارا واضحا لاختيار نقيب جديد وستة أعضاء قادرين مع زملائهم في المجلس على تحقيق طموح الصحفيين بمجلس قادر على إنجاز مختلف الملفات. ما يلزم الصحفي في حياته كتير في الانحيازات العامة في التصويت رايحة للشق ده، رايحة للشق الخدمي أكتر منه الشق النقابي والموقف والكلام ده كله في تشكيلة المجلس ممكن يبقى مقبول، لكن رأس النقابة دايما وأبدا في نقيب يحقق طموحات الصحفيين ويحقق مصالح الصحفيين. مزيد من الحرية الإعلامية، مزيد من مساحات الرأي، ضوابط، يعني في شوية قضايا خاصة قوي بالنسبة للصحفيين بيتم مناقشة دلوقتي في الجمعية العمومية وفي ترحاب كبير جدا، لكن الحمد لله الحمد لله من قبل الانتخابات ما تجري كل المرشحين الحمد لله يعني بشرونا ان كل النقاط الخلافية تم احتوائها، وده امر مهم جدا. يعني الإشراف القضائي الكامل من هيئة النيابة الإدارية على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين سيكون ضمانا لانتخابات نزيهة تعطي كل ذي حق حقه. تحت إشراف قضائي كامل وبعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بدأت عملية الاقتراع لاختيار نقيب جديد وستة أعضاء يكملون المجلس خلال المرحلة المقبلة. من أمام مقر انعقاد انتخابات نقابة الصحفيين، محمد محمود للتلفزيون المصري.
في إطار الوقوف على آخر المستجدات للتكنولوجيا الصحية في العالم وكيفية تقييمها وتحليلها تحليلا علميا سليما، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي وإحدى الشركات العالمية العاملة في المجال الدوائي، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتوطين صناعة الدواء في مصر. بعد النجاح الباهر للمؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي في دورته الأولى وبهدف المزيد من النجاحات باعتباره أحد المحطات المحورية بجعل مصر الملتقى الطبي لإفريقيا، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإحدى الشركات الدوائية العالمية لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات المختلفة في مجال الأعمال الاستثمارية بقطاع الرعاية الصحية. طبعا اتفاقية بتساهم في الخطوات الإيجابية اللي يتم الاتفاق عليها في أثناء المؤتمر والمعرض بين الدول الإفريقية لدعم الدول الإفريقية في مختلف المجالات الطبية، سواء في خدمة المرضى أو يعني نوع من مساعدة في التعليم الطبي أو التعليم الصيدلي، وأيضا دعم إفريقيا في مجال الطعوم واللقاحات والأدوية. فالحقيقة هذا دور مهم جدا، وهذه الشراكة بين المؤتمر وبين هيئة الشراء وبين الدولة بكل مختلف جوانبها التعليمية والطبية في هذا المؤتمر بيساهم كثيرا في دعم هذه العلاقات وفي دعم قضية دعم مصر للخدمات الطبية في أفريقيا. كما تهدف مذكرة التفاهم الإعلان عن البرنامج التدريبي للعاملين في القطاع الطبي وتدريب الصيادلة على التعامل الكامل مع المستحدثات الطبية العالمية. احنا في هيئة الدواء كهيئة رقابية بنشتغل دايما مع شركاء الصناعة عشان نأكد على قوة الصناعة الدوائية المصرية، واللي حققت محققات الحمد لله كتيرة خلال الفترة اللي فاتت، نقل دواء وتعظيم الاستفادة منه وتعظيم تواجد الأدوية المصرية في القارة الأفريقية كلها هو الهدف الأسمى اللي بنحاول كلنا ان احنا نشتغل عليه، سواء هيئة الدواء او هيئة الشراء مع كل مؤسسات الدولة. فيعني ان شاء الله المؤتمر الأفريقي الجاي هيشهد برضو ان شاء الله نجاحات مماثلة ان شاء الله. الغرض منه ان احنا بنأكد على دور مصر الرائد في أفريقيا، ونخلي من مؤتمر أفريكا هيلث كونفرنس هو مؤتمر او ملتقى طبي متميز لدول افريقيا جميعا. وفي نفس الوقت بنستغل الفرصه النهارده وبنكمل في برنامج اكت اون كانسر كير افريكا، او المؤتمر او البرنامج لمكافحه السرطان في افريقيا، لاصل ذلك بتقوم فيه بدور مهم جدا في التعاون مع دول حوض النيل ودول شمال افريقيا لمكافحه السرطان في افريقيا. ومصر هي بتعتبر الهب للتشخيص الجيني المبكر، للتعليم الطبي المستمر لمختلف الاطباء على مستوى القارة الأفريقية. كنا احنا البلان بتاعتنا ان 10,000 دكتور في الرعاية الصحية ان هم ياخدوا التعليم الطبي المستمر، وتبقى مصر هي السنتر للتعليم ده. في نفس الوقت التشخيص المبكر الجيني لأحدث الجينات أو أحدث العلاجات أو البروتوكولات العلمية. فبنستغل المؤتمر إن شاء الله النهاردة ان احنا بنكمل في برنامج الدعم. العمل على دعم الملتقى الطبي الإفريقي لوجستيا ودوائيا وعلميا واحدة من الخطوات المهمة باعتباره أحد المحطات الرئيسة لعودة مصر لريادة القارة السمراء. محمد حلمي، التلفزيون المصري. افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج معرض ديارنا العربية الذي يتواصل حتى 20 أبريل المقبل، حيث يشارك في المعرض 150 عارض وعارضة من 7 دول عربية. يتميز المعرض بالتنوع بين الحداثات والتراث، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال. التنوع بين الحداثة والتراث والفنون لأكثر من 150 عارض وعارضة من 7 دول عربية كانت الحدث الأبرز لمعرض ديارنا العربية، والذي جاء افتتاحه لتسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة لهذه الدول وتبادل الخبرات فيما بينهم ليشكل أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة عالميا.
التبادل الثقافي والتراثي والتجاري ما بيننا وبين الدول العربية قائم، وده في نهضة مننا من التوسع في التسويق خارج جمهورية مصر العربية. بنعمل موائمة ما بين الأحداث الجارية اللي هي الثقافة والتراث، دي مهمتنا كلنا كمصريين أولا وكمؤسسات دولة طبقا لتوجيهات السيد الرئيس، إن احنا نتوسع في موضوعات الحرف التراثية والبيئية اللي مصنوعة كلها من صديقة للبيئة من منتجات بيئية. يعني بنقول وراء كل أزمة بنقوم أقوى من الأول، وفي تصميم وعزيمة وإصرار إن نقابل الأزمات بكثير من التمكين الاقتصادي والإنتاج. توطين الصناعات المصرية الأصيلة وتعظيم العائد التنموي لمنتجات شباب الأسر المنتجة وتعظيم العائد التنموي من مشروعاتهم والترويج لها طوال العام، بالإضافة إلى دعم قضايا ذوي الهمم من خلال عرض منتجاتهم ودعم قضاياهم، كانت هدف رئيس لهذا المعرض. المعرض بيضم 7 دول معانا عارضين منتجاتهم من المنتجات التراثية والحرفية، إلى جانب إن احنا عندنا المنتجات المصرية بقى الغنية بالمنتجات المتعددة على مستوى جميع الجمهورية. احنا طبعا بنهتم جدا بتوزيع أو توسيع دائرة المشاركة على أساس إن احنا يبقى عندنا أكتر من محافظة وأكتر من منتج، عشان دي من ضمن المعايير اللي معالي وزارة التضامن الاجتماعي مهتمة جدا إنها تطبقها على مستوى كل المعارض اللي احنا بنقوم بيها. وأبدى الحضور إعجابا بما شاهدوه من منتجات حرفية من العبايات والقفاطين، وحوى المعرض أيضا منتجات الخيامية والفوانيس وديكورات زينة رمضان ومستلزمات رمضان من السلع الأساسية والعطور والقهوة العربية التي تلاقي إقبالا كبيرا. كما سيدوم المعرض تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والترفيهية على هامش المؤتمر. مش أول مرة اشترك في ديارنا، دي تقريبا ثالث مرة بشترك فيه، المدة المرة دي كبيرة جدا، فحاجة حلوة قوي من الدولة انها تمكن الشباب الاقتصادي ان هو يشتغل بأكبر ويعرض شغله أكتر في مكان كبير زي كده. مبسوطة جدا ان انا في المعرض الجميل ده اللي لم كل الأجناس ولم كل المنتجات الجميلة، واليوم احنا مشاركين في المعرض بإكسسوارات يمنية وأزياء يمنية وعبايات، أخذين جناحين في المعرض، جناح في مكسرات وبهارات وعسل يمني وبخور يمني كمان. بالنسبة لنا كنا دايما بننزل بالكوشنز، أول مرة السنة دي ننزل بطابع إن احنا نعمل عبايات وأفاطين لرمضان مخصوص. كل العارضين يعني اجتمعوا إنهم يعملوا يطلعوا المنتج، كل واحد تبع المنتج بتاعه، سكان سيناوي أو بدوي أو شنيط، احنا بتوع شنيط وتراثي وتلي، كل واحد عمل أفاطين بطريقة مختلفة عن التاني، بحيث ان احنا لما نبقى في وسط الدول العربية نبقى كلنا واخدين من روح بعض. التراث المصري على اختلاف أنواعه مبعث فخر الأمم وأكبر دليل على هوية مصر وعراقتها، وهو ما يتجلى حرفيا في معرض ديارنا عربية. سيد زيد، النيل. تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة يرافقها الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تفقد مركز التدريب المهني بحوش عيسى بالمحافظة. وأوضح الوزير خلال الجولة أنه تم تقديم برامج تدريبية مجانية للشباب في جميع مجالات التطريز الآلي والتفصيل والخياطة والملابس الجاهزة والطاقة الشمسية ومهارات الحاسب الآلي والتبريد والتكييف. حرص الدولة على اهتمام بالتدريب المهني جاءت الجولة التفقدية التي قام بها وزير القوى العاملة بمركز التدريب المهني بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، والتي استهلها بتفقد معمل اللغات وقاعة تدريب الحاسب الآلي وأقسام الطاقة الشمسية والتفصيل، والتي تساهم في تأهيل الفتيات والشباب لسوق العمل. احنا بنشتغل دلوقتي من خلال مراكز تدريب بتاعتنا كقوى عاملة، ولكن القوى العاملة بتفكر في المرحلة اللي جاية انها هتشارك التعليم الفني في التحويل الفني، تحويل المدارس الصناعي لتحويل فني بمشاركة أصحاب الأعمال. يعني احنا ندخل أصحاب الأعمال معنا يقولوا الحرف اللي هم عايزينها، وإحنا كقوة عاملة عندنا القدرة أننا نغير المدارس دي ونخلي المدارس تدرس الحرفة اللي الطالب هيطلع يشتغل بيها. يعني مش هنطلع ونقعد نستنى، لا، حضرتك عندك المصنع إيه اللي أنت عايزاه، إيه إحنا هندرسه وهيتدرب عندك يطلع يشتغل على طول. تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير برامج توعية لها ونشر ثقافة العمل المهني والحر بالمجتمع هو ما أكدت عليه نائبة محافظ البحيرة.
هي في إقبال، يمكن دورات من كتر ما في إقبال عليها أنهت العام التدريبي بالنسبة لوزارة القوى العاملة قبل الأوان، وحاليا بنستدعي كمان المتدربات اللي بنشوف ان هم أصبحوا هم مدربين وابتدوا يفتحوا أعمال. لو حضرتك كنت معنا في ورشة الخياطة أو ورشة الكروشيه، ولسه هنشوف الطاقة الشمسية بيشتغلوا في شركات كبرى بدون ذكر أسماء بكل دور هذه المعامل والمراكز التدريبية من خلال القوى العاملة، ولسه هنشوف الوحدات التدريب المتنقلة. هو توفير فرص العمل اللائقة، الاعتماد على الدخل الذاتي، عدم انتظار الوظيفة، تشجيع فكر ريادة الأعمال وإدارة الأعمال والمشروعات الصغيرة. هي الدولة دي بنعتمد فيها على الأوفيس وورد وإكسل وباوربوينت. طبعا احنا محتاجين المهارات دي ننميها في البلد عشان نقدر نعمل موهبة جديدة ونقدر نحقق مصدر دخل. الإكسل مثلا بيفيدنا في حاجات تانية غير مش شرط أبقى مدرسة أو كده عشان يفيدنا، والوورد برضو بيفيد ناس كتير، فمش شرط بس تربية أو أي حد، بيفيد الكل في شغله يعني. زيارة وزير القوى العاملة لمركز التدريب المهني تساهم في تعزيز ثقافة العمل المهني لدى أبناء البحيرة وتسقي خبراتهم التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل. الآن موعد أخبار المال والأعمال مع الأمير داود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية، ونبدأها بالشأن المحلي، حيث بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد برلماني أردني نقل تجربة مصر الرائدة في مشروعات استخدام الغاز الطبيعي. وأكد الملا أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون في أنشطة الغاز المختلفة لتشمل مشروعات توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز كوقود، والتي تتميز فيها الشركات المصرية بخبرات طويلة. من جانبه أشار الوفد البرلماني الأردني بأنه سيجري توقيع اتفاق بخصوص منطقة العقبة وأعمال تحويل السيارات لاستخدام الغاز كنموذج لهذا المشروع. أعلنت السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج الاتفاق على إطلاق شركة للمصريين بالخارج من أجل الاستثمار وتسمية أعضاء مجلس التأسيس. وقالت وزيرة الهجرة إن الشركة يديرها بالكامل المصريون بالخارج من المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة، وأوضحت أنه تم الاتفاق على وضع خارطة طريق للإجراءات فيما يتعلق بإطلاق الشركة وصندوق الاستثمار، كذلك شكل الطرح في البورصة المصرية والبورصات العالمية، كما تم استعراض فرص التوسع في الأسواق الإفريقية. أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن اهتمام الحكومة بتشجيع الشركات الناشئة وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال أدى إلى أن القاعدة العريضة من هذه الشركات تعد بمثابة العمود الفقري لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة. جاء ذلك في كلمة الدكتور طلعت خلال افتتاح فعاليات النسخة العاشرة من قمة رايز أب 2023 بالمتحف الكبير، لافتا إلى حرص وزارة الاتصالات على دعم الشركات الناشئة لتعزيز قدرتها على تقديم قيمة مضافة وتحقيق قدرة تنافسية. على هامش أعمال المؤتمر الدولي للقطاع المالي بالرياض، التقى وزير المالية الدكتور محمد معيط نظيره السعودي محمد الجدعان، حيث أكد معيط حرص مصر على دعم كل ما هو مطلوب لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر من أجل الاستفادة بالفرص الاستثمارية المتميزة والدعم غير المسبوق الذي تقدمه مصر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. من جانبه قال الجدعان إن مصر دولة غنية بمواردها الطبيعية والبشرية ومقوماتها غير المسبوقة وفيها إمكانات واعدة، مؤكدا أن بلاده استثمرت وما زالت تستثمر في مختلف المشروعات التنموية بمصر. قامت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ بزيارة منصة ترول إي للغاز في بحر الشمال لمناقشة أمن إمدادات الغاز إلى أوروبا بعيدا عن روسيا. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أن أسعار الغاز في أوروبا تراجعت بعدما تبنى الاتحاد الأوروبي وحلفائه تدابير مشتركة لتحسين الأوضاع بعدما قفزت الأسعار العام الماضي
لقيام روسيا بتقليص الإمدادات، وتستخرج منصة ترول اي الغاز من أكبر حقوله في النرويج. وبعد انخفاض التدفقات الروسية أصبحت النرويج العام الماضي أكبر مورد للغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي. وقفة رياضية بعد الفاصل مع الأمير داود. وبعد الفاصل نستعرض الأحوال الجوية والطقس مع نهى محمود. مشاهدينا أهلا بكم ونشرة الجوية. يسود طقس مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية وجنوبا وجنوب سيناء نهارا بارد ليلا، وشبورة صباحا شمالا والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة كثيفة أحيانا على وسط سيناء، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة شمالا والوجه البحري والبحر المتوسط معتدل إلى مضطرب والبحر الأحمر معتدل. وعن التوقعات الثلاثة أيام القادمة نبدأها من القاهرة. السبت 13-22، الأحد 12-21، الاثنين 12-21 أيضا. أما عن شرم الشيخ السبت 16-27، الأحد 17-29، الاثنين 17-26، وأخيرا مع الأقصر السبت 13-31، الأحد 15-31، الاثنين 16-28. ونتعرف الآن مشاهدينا على بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة بإذن الله. القاهرة 13-22، الإسكندرية 13-19، دمياط 13-21، بورسعيد 14-21، العريش 12-22، رفح 11-21، الإسماعيلية 12-23، السويس 13-23، مطروح 11-19، وادي النطرون 13-22، المنصورة 13-22، طنطا 13-22، دمنهور 14-22، سانت كاترين 3-17، الغردقة 16-28، شرم الشيخ 16-27، الفيوم 11-23، المنيا 10-23، أسيوط 10-24، سوهاج 11-27، قنا 13-29، الأقصر 13-31، الوادي الجديد 12-30، أسوان 14-32، حلايب 18-27، شلاتين 18-30، أورمات 17-29، رأس حضربة 18-27. نهاية النشرة، وإذا هذا تذكير بأبرز العناوين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيس السيسي يطلق إشارة بدء مبادرة كتف في كتف في أكبر احتفالية من نوعها للتحالف الوطني، ويشير بالقائمين على المبادرة لدورهم في التخفيف على المواطنين. شكري ونظير تركي يجريان غدا في القاهرة مباحثات لدعم العلاقات الثنائية ويبحثان القضايا الإقليمية والدولية المشتركة. الرئيس الصيني يقوم بزيارة إلى موسكو، هي الأولى منذ العملية العسكرية على أوكرانيا، وواشنطن تطالب بكين بالتواصل مع كييف لبحث الأزمة. وللمزيد دائما مسبيرو دوت ايجي. نشكر لكم حسن الاهتمام والمتابعة، وشكرا لك فاطمة. شكرا لك جوهر، شكرا لحضراتكم، وإلى اللقاء.